راه الجاليه المغربيه من احسن الجاليات في العالم، خص الناس يعرف، الناس تعرف هذا الشيء هذا. راه الجاليه المغربيه من احسن الجاليات في العالم. السلام عليكم، معكم فتح الشريف من مدينه الخميسات، من الجاليه المقيمه ببلجيكا بالضبط في بروكسل. يعني كاين بزاف الناس، انا من بين الفوج اللي جا، يعني من الاوائل اللي جاوا للمغرب عبر الطائره. يعني كاين بزاف الناس كيسولوني على الاجراءات وكيفاش داز هذا، والناس كتعيط لهم بلجيكا واش كيطلبوا شي ورقه من القنصليه، واش كيطلبوا شي حاجه. ما كيطلبوا والو، غدير غير التيست ديال بي سي ار اللي تجيب معاك، كتوريه لهم تما في المطار، في يعني في المطار من غادي تجي، ومن بعد كتوريه لهم هنا في المطار في المغرب. هذو هما الاجراءات، يعني ما كاينش واحد الورقه كتعمرها، يعني حتى كتجي تما كاين مساعدات اجتماعيات، يعني كتعطيك ديك الورقه كتعمر فيها الاسم وهما كيشدوها منك، يعني ورقه واحد الورقه صفراء فيها السميه ومني جيتي والتليفون. هادو هما الاجراءات اللي كاينه. وبالنسبه يعني اش نقول لك، كان استقبال مزيان، يعني استقبال في المطار ديال محمد الخامس، لان جيت انا عبر المطار محمد الخامس، يعني كان استقبال، استقبلونا مزيان، اجراءات مزيانه، كاين نظام، الناس كتعامل معك مزيان، و يعني كان السفر مريح، حتى في الطائره الطاقم ديال الطائره تعامل معنا مزيان، يعني كلشي تعامل معنا مزيان، ما كاينش شي اجراءات من غير هذا الشيء هذا. تمشي دير البي سي ار، دير تيست تجيبو معك، كتبينو تما في المطار من الدوله منين جاي، وكتبينو هنا في المطار تتوري لواحد، كتكون ممرضه تما كتوري لها صافي، وكدوز صافي، وكتوري لهم الباسبور ديالك. هما الاجراءات. لاحقاش الناس كانوا يسولوا قال لك اودي واش اللي عنده جواز يعني الجنسيه، جواز يعني احمر ديال الجنسيه، واش يجي يجيب للمغرب؟ لا، شوف عندك المغرب اجيب المغرب، عندك ديال البلد المقيم ديالك اجيب البلد ديال، يعني الجواز ديال البلد فين انت كاين مقيم، ما كاينش شي اجراءات اخرى من غير هذا الشيء هذا. وبالنسبه للسفر، يعني السفر كان مزيان، والناس استقبلونا مزيان، السلطات استقبلتنا مزيان. وبالمناسبه كنشكروا عاهل المملكه محمد السادس نصر الله، يعني عطى التعليمات ديالو باش جميع السلطات يعني تتعامل مع الجاليه المغربيه، تتعامل مع يعني بواحد المعامله تكون جيده. ويعني الملك وقف على هذا الشيء هذا كامل، يعني الحمد لله، يعني راه دايرين بالتعليمات ديالو، والناس استقبلونا مزيان، لا الاجراءات، لا السلطات، لا الديوانه، كلشي كيتعامل معك مزيان. بالنسبه يعني للوصول ديالنا كان مزيان، يعني حتى الاستقبال باش خرجنا ناس مزيانين، كلشي كيتعامل معك مزيان. وبالنسبه للمدينه فين ساكن انا، يعني الحمد لله الناس استقبلتنا وفرحات بينا، والعائله والاخوان والصحاب والناس، والناس د الخميسات، وحنا ناس الخميسات نعرفهم الله يعمر دار، ناس الكرم وناس الخير وناس الاستقبال، والناس كنهضر يعني على راسي انا، يعني كنشوف الناس هنا يعني كتعامل معك بواحد، يعني بواحد توحشاتك، بحال توحشاتك بزاف، يعني الناس د الخميسات الله يعمرها دار، الناس د الخميسات الكرم والجود كلشي فيهم زويون، يعني الناس كتستقبلك وكتعاملك، تعامل معك واحد المعامله جيده. و يعني كنشكروا كل واحد، اي واحد ساهم، يعني الناس الجاليه، راه كاين مساكين اللي عامين، كاين اللي كثار، راه انا المغرب ما زيدش دابا تقريبا عام و 8 شهور، يعني كنت كل عام كتجي ثلاثه المرات، فهمتي؟ راه باش شوف، راه الغربه الانسان خص يحس بالغربه، راه فهاد ديال كورونا كاين ناس مساكين اللي ماتوا لهم والديهم ما قدروش يجيو، كاين الناس اللي ماتوا لهم والديهم وما قدروش يجيو، راه الناس كتاثر، راه ملي تراك في الغربه باش كتشوف واحد مات ليك وما قدرتيش تجي. يعني الحمد لله، الحمد لله، يعني حيت يعني كاين هذا الفرج هذا، الحمد لله والشكر لله، يعني الحمد لله على هذا الفرج. وكنشكروا صاحب الجلاله على هذه الالتفاته، كنشكروا صاحب الجلاله، وكنشكروا السلطات المطار، وكنشكروا الديوانه، وكنشكروا الطاقم ديال الطائره، ويعني كنشكروا اي واحد ساهم في انجاح لهاد الدخول ديال المغاربه الجاليه، يعني راه الجاليه المغربيه بالخارج راه اقتصاد، هذاك راه كتساهم في الاقتصاد الوطني، راه هو انسان كيجي يشوف والديه، وبلا نخليو الاقتصاد، راه غنشوفوا ديك الانسانيه وديك الرحمه، راه الانسان كيحتوحش والديه، كاين اللي عنده امه مريضه يبغي يشوفها، كاين اللي عنده باه مريض يبغي يشوفه، كاين اللي عنده عائلته، راه الناس كتجي للبلاد، راه كتجي اولا كتجي اقتصاديا، وكتجي يعني حتى انسانيا، كاين الناس اللي كتجي دير الخير، ها هي دخلنا في الانسانيه، دخلنا في الاقتصاد، دخلنا في الرحمه، ودخلنا في يعني الرحمه، يعني ديك الرحمه تجي تشوف والديه، يعني واحد الحاجه اللي الانسان كيتمناها في الغربه، انه يجي يشوف امه، انه يجي يشوف باه، يعني الانسان خصو يفكر، فهمتي؟ حنا جات هذه الجائحه هذه الحمد لله عليها، ولينا هي مشات، يعني ربي دار الفرج والحمد لله. وكنتمنى للجاليه المغربيه كامله في العالم كامل، يعني ربي يسر لها الامور ديالها، وتجي تشوف والديها وتشوف احبابها،
يعني والحمد لله يعني كنحس بواحد السعاده، كنفرح ليا وللناس، الناس اللي غادي يجيو من بعد يعني. وكنقول هذه واحد الهضره يعني، الناس اللي كانوا سولوني شوف راه الاجراءات مزيانه، ما كيجيب غال تيست البي سي ار هو اللي تجيب معاك والباسبور ديالك وراك وتجي، الناس كيستقبلوك مزيان، كلشي مزيان زعما الحمد لله. ونتمنى وما ننساش كنشكروا صوت العداله، يعني تحت لي هذه الفرصه هذه انني نهضر ونهضر بداك الاحساس، يعني واحد الاحساس كتحس به وانت في بلادك. المغاربه كاملين والمغاربه كرامة، والمغاربه كيجيو لبلادهم وكيجيو بالخير وكيجيبوا الخير، والمغاربه الجاليه المغربيه كاملين تبارك الله كيديروا الخير وكيساهموا، ساهموا في جائحه كورونا، عاونوا الناس. راه الجاليه المغربيه من احسن الجاليات في العالم، راه خص الناس يعرف، الناس تعرف هذا الشيء هذا. راه الجاليه المغربيه من احسن الجاليات في العالم، علاش؟ لان الجاليه المغربيه فيها الرحمه تجاه الحباب، تجاه الوالدين، تجاه الصحاب، تجاه الخوت، يعني راه كتلقى كيعاون، راك شتي هذوك يعني كيكونوا بعض الحالات انسانيه كتلقى الجاليه هي اللي كتعاون. والجاليه تبارك الله راه الخير، وراه الدري الجاليه المغاربه في العالم، يعني كنهضر على العالم كامل، راه من احسن الجاليات في العالم هي الجاليه المغربيه. وتحيه للجاليه المغربيه فيما كانت، وتحيه لاولاد بلاد، وشكرا شكرا شكرا لصاحب الجلاله، شكرا لصاحب الجلاله اعزه الله، وشكرا لكل واحد ساهم في انجاح هاد يعني هاد المبادره ديال مرحبا. اش الجاليه راه توحشت بلادها، كيتوحش والديه، كيتوحش عائلته، كيتوحش حومته، كيتوحش مدينته. نتمنى ربي يسر وتكون يعني يطلقوا شويه، اتمنى تنخفض شويه. الناس ما عندهاش، ماشي نتوما الجاليه بقى طلع راه كاين عندو 4 5 دراري، 6 دراري، 3 دراري، ديروا اسمنه تكون مناسبه. وراه الناس راه الجاليه حيت كتجي للمغرب كتجيب الخير ديالها، راه كتجيب الخير ديالها. ونتمنى ربي يسر الامور ديالنا، ونتمنى الخير للجميع، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. وتحيه خاصه الناس الخميسات والناس المغرب والجاليه المغربيه فين كانت، والله يعزكم كاملين، وتحيه لكم كاملين، وشكرا.